برضو بعض العلماء نسأل الله العافية، بنجد الجرائد وبنجد الإعلانات بتاعت الانتخابات وكده فاسم الله وبتداس عليها في الشوارع، والعلماء مقصرين كتير جدا جدا من الدعوة من هذا الباب يعني. وهذا في بعض الدول العربية، يمكن دولة وحيدة وما فيش داعي لذكر اسمها، هي اللي طبقت ان في مكان للجرائد مخصوص يتحط فيها. ونجد ان بعض الاخوه بقى، ان الاخوه لما بيلاقوا حديث ضعيف اكنه جرثومه ما بيقربولوش وما بيرضوش يعملوا بيه وما بيرضوش يقربوا له خالص. طب ده حديث يعني احنا عارفين انه ضعيف، يعني يكفي ان احنا الحمد لله توصلنا ليه ان هو حديث ضعيف وعرفنا انه حديث ضعيف، طب خدوه يا جماعه من فضائل الاعمال خدوه. لا 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 لا، وكانه يعني مثلا حضرتك ذكرت حديث والله اعلم بصحته في صحيح الكلم الطيب، وهو الحديث ان الانسان لما بيجي بيدخل السوق مثلا يقول لا اله الا الله الحديث. فبعض الاخوه ما رضيش ان هو يقول، فبعدين ما صدقش لما رحت جبت له الحديث قلت له ادي الشيخ ناصر ذكر الحديث والحديث ضعيف. فالاخوه بيسمعوا كلمه حديث ضعيف لا لا لا، اكنه مش منسوب للرسول عليه الصلاه والسلام، واكن احنا وصلنا لمرتبه اعلى، فيكفي ان احنا عرفنا انه حديث ضعيف ما نقربلوش خالص. فرأي حضرتك ايه في المواضيع دي كلها؟ انت بتقول البعض، انا وجزت يعني جبت موجز منها. هذا الموجز مفصل وواضح وبين. الله يكرمك. اصبر بيقصدنا انا عشان انا كنت بكلمه عن الموضوع. بيقصدك انت ولا غيرك؟ لا واضح، احنا كلنا نستفيد لان الاخ برضه بيقصدك انت ولا غيرك؟ انت من العلماء ولا من الاخوه؟ ايش اخترت سعر في مواد؟ اصبر الله يكرمك. احنا اسمع يا استاذ الشيخ، هذول بعض الاخوان هكذا يعني لا يرضون ان يقبلوا ان يعملوا بالحديث الضعيف. والبعض الاخر ماذا يعمل في فضائل الاعمال؟ اللهم اني اللهم اجر من النار سبع مرات مثلا. اطلع كلمه وغطاها ماشي ان شاء الله. يا ترى الصواب مع من؟ الله اعلم. صحيح. كويس، فاذا كنت تقول وتعني ما تقول حينما تقول الله أعلم، فلا يجوز لك أن تنكر قولا هذا القول يساوي قولك أنت. هو يقول لا أعمل بالحديث الضعيف وأنت تقول أنا أعمل بالحديث الضعيف، فحينما يأتيك السؤال أي القولين هو الصواب تقول الله أعلم. فإذا أنت وإياه سواء. صح. فإذا ما ينبغي لك أن تنكر عليه بغير علم. فيجب أن تصمت وأن لا تنكر على من خالفك في رأي إلا بعلم. وإن كان عندك علم تبديه له ولغيره أيضا. وبذلك ينتشر الحق بين الناس وتتفق كلمة الناس ويمشون على كلمة سواء لا خلاف بينهم فيها. الصواب هو مع هؤلاء الذين هم تنكر أنت عليهم، يصبح الإنكار منقلبا منك عليك منهم عليك. لماذا؟ لأن العمل بالحديث الضعيف يعني شيئا، هذا الشيء منكر شرعا. هل يجوز أن تقول في حديث ضعيف لم يثبت عندك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يجوز؟ في اللفظ لا يجوز والعمل. وأنا بتكلم بإيه؟ في اللفظ لا يجوز. أنا بتكلم في إيه؟ سؤالي عن إيه؟ لا يجوز. نعمل بحديث ضعيف. لا يجوز. أنا أسألك أتكلم عن ماذا؟ عن العمل أم عن الرواية؟ لا عن الرواية. طيب والرواية اللفظ؟ الرواية لا علاقة بالرواية ولا بالعمل؟ الآن لا بالرواية. طيب هل يجوز، أعيد فأقول، هل يجوز رواية حديث لم يثبت عند الراوي ويقول في هذه الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. أحسنت. إذا كان الأمر كذلك فحينما يقول الرسول عليه السلام قولا من أقواله وكلها وحي من ربه، فهل المقصود بهذا القول النبوي الكريم هو كما يقول بعض الناس جهلا منهم التبرك بروايته أم العمل به؟ أنت فاهم عليه؟ لا بس تبرك صوفي كده. بس أنا أبغى تعطيني جواب على السؤال وما تخسرني.
ماشي. انت خسرتني الان. لا 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 تعرف ليه؟ ليه؟ لانك ما جاوبتني. اعيد السؤال. اعيد السؤال. حينما الرسول عليه السلام يتكلم بحديث اي حديث كان، هل المقصود مجرد روايته للتبرك ام للعمل به؟ للعمل. هذا هو الجواب. إذن إذا قلت أنا أو غيري أن قول الرسول عليه السلام بكلمة ما هي وسيلة والغاية هو العمل. العمل صح؟ صح. أنت معي في هذا الكلام؟ أيوة طبعا. أنا بقول لك انتبه. أيوة أيوة. حتى ما تقع بعدين فيما خلاف ما تعتقد. أقول لك خذ حذرك، لأنه أنا أخطط الآن لأجعلك قائما مستقيما، لا تميل لا يمينا ولا يسارا. فإذا كان القول من الرسول عليه السلام وسيلة والغاية العمل به، السؤال الأخير وبذلك يتضح الجواب، إذا لم يجوز اتخاذ الوسيلة التي تؤدي إلى الغاية، فهل يجوز العمل بالغاية والوسيلة غير ثابتة؟ حضرتك اللي تجيب. اطلب من حضرتك معلش تجيب. امر الله يهديك. ده هي دي اخر حاجة خلاص. هي اخر حاجة. حضرتك تجيب على هذا. اقول بارك الله فيك. لا يجوز العمل بوسيلة لا يجوز روايتها، لأننا قلنا واتفقنا على كلمة سواء وهي أن المقصود من أقوال الرسول عليه السلام العمل. العمل. فإذا كان هذا القول يجوز لنا أن نرويه، كيف يجوز لنا أن نعمل به؟ والسلام عليكم. طب الحديث حضرتك رويته. ممكن سؤال آخر. صحيح الحديث أحمد بن أحمد. هذا مش ضعيف. هذا صحيح. وأنت تمثيل. وأنت بألف صلاة وألف لكن تمثيلك به أنت مخطئ. ويكفيك علما بأنني أوردته في صحيح الكلمة الطيبة. هذا ليس حديثا ضعيفا. والسلام عليكم. سؤال حديث. سؤال أخير في مسلم بن الإمام أحمد بن حنبل شيخ. هل يجوز تقدم الإمامة؟ مسلم بن الإمام أحمد تقدم الإمامة إذا كان أحفظ القرآن؟ إذا كان لا يوجد أحفظ منه يجوز. سؤال شيخ بس سؤال في مسلم أعرف بس لو سمحت الشيخ ده عن أبو الغريب. معلش والله بس خلاص خلي الدور لغيرك. خلاص هو ده معلش هو بيتكلم. نعم بس سمحت. بالنسبة في حديث عن مسلم في مسلم الإمام أحمد بن حنبل عن أبي الغريب في حديث أن لا يمس القرآن إلا جنب، وهذا الحديث أن الرجال كلهم سكوت مع أنه وجر في كتاب الشرح والتعديل وتهذيب التهذيب وكتب الرجال أنه كل رواة سكوت، فما حكمه فيه؟ أخي قول القائل في حديث ما أن الرجال في خات لا يعني صحيح، يجب أن تتعلمه. قول القائل من المحدثين في إسناد حديث ما رجاله ثقات لا يعني أن إسناده صحيح. لما؟ لأن تعريف الحديث الصحيح عندهم ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه ولم يشذ ولم يعلّ، فما رواه عدل ضابط عن مثله هذا معناه رجاله ثقات، لكن تتمة التعريف ولم يشذ ولم يعل، فقد يكون في السند انقطاع ويقال رجاله ثقات، وقد يكون في السند تدليس ورجاله ثقات، وقد يكون في السند ارسال ورجاله ثقات. الشيخ احمد محمد شكر ما بهمني الاسماء الان بقدر ما يهمني انت ان تفهم علي ما اقول. نعم طبعا. هل فهمت علي؟ نعم. اذا قال الشيخ احمد ولا الشيخ محمد اللي هو انا. نعم. هو أحمد وأنا محمد. إذا قلت أنا في سند ما رجاله ثقات لا أعني أنه صحيح. نعم. وحينما يكون صحيحا أقول إسنده صحيح. والسلام عليكم. جزاك الله خير. إيش يقول فيه؟ بتريد تسجل كلامك ولا ما يسجله؟ إذا ما بتريد تسجله أنا راشدكم إنه لا تسجل. نسجل. أنا مرة سألته يا شيخنا أنت مسلم؟ قال لا أنا نصراني. أنا؟ لا أنا مش شافعي ما حبينا نتسجل كلمة. أنا؟ أي نعم أنت وأنا ذاكرك وأنا حاب أن أسمع كلمة من الشيخ. شو فيه له خطورة هاي؟ أنا؟ خلص إذا أنت طيب. الشيخ لو حدا قالها طيب نفترض أنه مو أنت غيرك، هل يجوز لمسلم أن يقول أنا نصراني؟ لا. وما حكم من يقول وهو مسلم أنا نصراني؟ يكون كافرا.
يكون مرتدا عن دينه. ومثل ما سمعت الشيخ الله يجزيه الخير انه لو في حكم اسلامي المسلم حينما يرتد عن دينه تقطع رقبته، وهذا له حكم تفصيلي طبعا في كتب العلماء، لكن هذه كلمة لا يجوز للمسلم أن يقولها أبدا حتى ولو في ساعة الغضب، أنه أنا نصراني أنا مالي مسلم. أعوذ بالله، شرف المسلم في هذه الحياة الدنيا هو كون دينه. يلا السلام عليكم. أنت شيخنا لما حديث نسبة للجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، لأنه ينبغي غسل لكل كل من العبادتين، وتقول أيضا بأن هناك ممكن جمع في نية واحدة عدة صلوات نوافل، فكيف يمكن التوفيق بين هذا وهذا؟ توفيق سهل، لا يقوم واجب عن واجب. نعم. أما النفل لو لم يتنفل فيه الإنسان فلا إثم عليه. نعم. فإذا صلى نافلة واحدة بنيتها ثم ضم إليها نية نافلة أخرى ولم يأتي بها عمليا فقد اكتسب النية الحسنة وفاتته فضيلة العمل، بينما الواجب لابد من الاتيان به. واضح؟ ختان المرأة ختان المرأة أو البنت حكمه في ختان المرأة واجب في بعض البلاد دون بعض، لا حكم الإسلام. أيوة واجب. ولا أنا بقول إيه، ختان المرأة يجب في بعض البلاد دون بعض. وكيف ذلك؟ عليكم السلام. في بعض البلاد الباردة لا يوجد هناك في الفتاة ما ينبغي أن يختن أو يقطع. تفهم علي؟ نعم. في البلاد الأخرى وهي تختص في البلاد الحارة يوجد هناك قطعة لحم كعرف الديك فيقطع، فهذا هو ختان المرأة. فمن كانت بحاجة إلى مثل هذا الختان وجب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للخاتنة التي كانت تختن في عهد الرسول عليه السلام وهي أم عطية اختني ولا تنهكي، يعني اقطعي ولا تبالغي في القطع فإنه أحظى للزوج، لأنه إذا بالغت وقطعت أكثر من لازم تصير الشهوة ضعيفة وهذا ليس من صالح الزوج. والعكس بالعكس، فيما إذا تركت هذه الفتاة ولم تختن يصير عندها غلمة. تفهم الغلمة؟ يعني الشبق. تفهم الشبق؟ يعني شدة الشهوة. عليكم السلام. حديث عن فاجر كيف حكم السفر للبلاد الأوروبية للعمل؟ إذا كان العمل في حدود الشرع والسفر كذلك، ومن ذلك أن يكون قد سافر وقد حصن نفسه بدينه وأخلاق إسلامه أولا ثم بزوجته الصالحة ثانيا ثم لم ينوي الإقامة في تلك البلاد ثالثا وأخيرا. واضح؟ فضيلة الشيخ، حديث عن فاجر كي يحذره الناس، هذا حديث ضعيف السند صحيح المعنى. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. السلام. بعض الشباب المسلم يشغل بالمنطق الرومي واليوناني والبعض منهم يجهل أمور الدين، فيجب إحنا كشباب يكون منا دعاء، وبعض العلماء بيرفض حكاية الدعوة دي ويقول إنها مش مطابقة للسنة. تبليغ عن الشيخ سامحك الله، الدعوة غير مخالفة للسنة. ماذا يقول؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هل تتصور مسلما ينكر مثل هذه الآية المصرحة بالدعوة؟ قل لا. لا تعلم. ها؟
ولا ما فهمت عليها؟ فهمت على حضرتك. فإذا إذا وجد هناك إنسان عنده شيء من علم وعقل فقال إن الدعوة تخالف السنة فلربما يعني دعوة مقننة منظمة تنظيما تخالف السنة. أما هكذا أن ينكر الدعوة مطلقا هذا مستحيل. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا يمكن لإنسان أن ينكر الدعوة أي التي جاء بها الكتاب والسنة، لكن هو قد ينكر دعوة فيها بدعة، فيها خرافات، فيها أحاديث موضوعات وهكذا، ممكن أن ينكر مثل هذا. أما إنكار الدعوة مطلقا فهذا أمر مستحيل وخطأ وبيل. انتساب برضو يعني الواحد لو انتسب لأي مجموعة زي مثلا جماعة التبليغ أو 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 فبرضو يعني ما فيش أصلا مؤسس، يعني ما فيش يعني موجه للشباب أكتر إنه إحنا نكون متجهين لشيء معين، وإحنا بنشوف إن بعض الجماعات بيكونوا مجتهدين والواحد بيحاول إنه يجتهد زيهم بحيث إنه يبلغ أو يقول للناس في القهاوي أو مثلا في يعني أو في الأماكن اللي بيقعدوا فيها في الطرقات أو كده. لا أنا أقول يا أخي كلامك مسلم في الجملة وليس في التفصيل أو بالتفصيل. إذا كانت الجماعة التي يريد هذا الإنسان الذي قد يتسكع في الطرقات كما أشرت إليه أنه خير له من هذا التسكع أن ينضم إلى تلك الجماعة، إذا كانت هذه الجماعة أو غيرها تدعو إلى الإسلام بالمعرفة بالإسلام وبالكتاب والسنة فهذا واجب، لأن الله يقول وكونوا مع الصادقين. أما إذا كانوا لا علم عندهم، لا يعرفون الكتاب، لا يعرفون السنة، لا يميزون الحديث الصحيح من الضعيف، لا يفرقون بين ما ثبت في السنة وما جاء في المذهب أو في الطريق أو في نحو ذلك، خلاص منك الدكتور. لا 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 نكمل. الله يكرمك شيخ. الله يكرمك. لأنه في ورانا نساء. بس الشيخ سؤال الله يكرمك. بس سؤال الشيخ بقالي أسبوعين سألت سؤال أسبوعين. ما بيهمناش؟ والله. سؤال مهم الشيخ عشان مسافر مصر هذا لازم أسأل عليه. بالنسبة الشيخ لجماعة أنصار السنة المحمدية. تقول لي رأيك فيها وبعد كده أقول لك بس سؤال. خذ علمهم ودع عملهم. خذ علمهم ودع. خذ علمهم ودع عمل افراد منهم. فهمتني؟ حسبك حسبك. السلام عليكم. حديث صلوا وراء كل غرب من الفجر ضعيف. طب ما زال طائفة من الغرب ظاهرين على امة اليوم القيامة. كيف؟ في حديث صحيح مسلم قل ما زال طائفة من الغرب ظاهرين على امة اليوم القيامة. اي نعم حديث صحيح. لكن الغرب ليس المقصود مغربكم، إنما المقصود هو المدينة. المدينة. جزاكم الله فضيلة الشيخ إذا سمحت، حديث الشرب وقدر اللي مكتوب في المسجد هذا صحيح؟ إيش هو اللي مكتوب؟ لو يعلم المرء ما في بطنه ويشرب واقفا فيما معنى الحديث ما استقاء ما في بطنه، ومكتوب أخرجه رواه الإمام أحمد وأخرجه. الحديث في النهي عن الشرب قائما هو صحيح، لكن اللفظ الذي أنت تعنيه ما فهمته فلا أدريه. يلا فرنقي أو شيخ صلى خير. خلاص السلام عليكم. مرحبا النصراني. يعني هناك نهي عن الشرب.